هللويا. بتقولوا هللويا ولا في مشكلة؟ هللويا. حد فرحان بالرب؟ فرحانين بيه؟ بنحبه. في كل مرة بنيجي بنبقى فرحانين لأنه موجود وما بيحرمناش من حضوره. حضوره حلو، حضوره بيغير القلوب ويفرحها. كل سنة وانتم مسلمين وبكل الخير والبركة وشعانينا مباركة يا رب. قولوا أمين. أمين. حلوة أجواء الأفراح اللي انتم عايشين فيها. حقيقي قلبي فرحان جدا عشان رب شرفنا نكون أنا أخي صامول الموجودين معاكم. سمعت كتير عن الكنيسة الغالية الحلوة دي، ومن السنة اللي فاتت كنا مشتاقين جينا، بس للأسف ما كانش لينا فرصة نشوفكم، فالرب ما حرمناش من إن احنا نشوف حضراتكم. حاجة تفرح بصراحة. انتوا على طول كده ولا؟ على طول كده. وكمان بشكر الله عشان رجل الله الغالي قسيس غسان، يعني في كل بلد، في تركيا سمعت، في يلوى وفي العراق وفي أوروبا في بلاد، وهنا كمان شهادة بتشرف رب يستخدمه ويحفظ حياته، يكون بركة مع زوجته والأسرة المباركة. وأكتر نيم الرائع اللي رب قاد فيه أخويا وصديقي أخويا صامول. احنا جينا النهاردة وعندنا إصرار إن في لقاء إلهي خاص مع شخص المسيح. بس يا جماعة، رب عالم احتياج كل واحد فينا، ويستحيل واحد يقف قدامه ويطلع فارغ زي ما هو. ربنا بيغير، وكل فرصة احنا عند اقدامه فرصة الهية للتغيير. فعشان كده احنا هنقول له مش هنسيبك، زي يعقوب ما حكى لا اطلقك ان لم. الرب اليومين دول عايز مؤمنين مش عيانين مرضانين، عايز مؤمنين مولعين. البيز ممكن هينفجر، وطي البيز شوية، خليه أقل من الربع بس. جود، تمام. رب يسوع بيدور على مؤمنين عندهم إصرار ورغبة أن يروا مجد الله معلن في حياتهم. دايما بتخيل بقول لو الرب سمح للملائكة في السماء يكون عندهم ساتلايت، الأقمار الصناعية، الدش، إيه القناة اللي ممكن الملائكة يشوفوها في السماء؟ تخيلوا إيه الكارما. هما مش متدينين جوا على فكرة الملائكة. أنا أتخيل، ده خيال يمكن تتفقوا معايا، هيشوفوا قناة المصارعة الحرة. حتى الملائكة يعني عندهم كابت عايزين يطلعوه. يعني الإله اللي احنا بنعبده إله بيعشق المصارعين. إله بيعشق إيه؟ أوضح، بيحب واحدة زي عروس النشيد لما قالت للعريس أمسكته ولم خيه. بيحب واحد زي عجوب لما جفلت معاه قال له مستحيل أسيبك لا أطلقك إن لم. أنا عندي إصرار إن أتبارك، أنا عندي تصميم إن أتبارك. أنا مش جاي أتفرج، أنا مش جاي يا رب أتبسط بترنيمة ولا وعظة ولا نتونس هواية. لا هواية، أنا أحكي عراقي زين، كلش زين. أنا خوش ولد، خوش كربانو حيرانو لب، كل اللغات بحكي مية مية. بشكر رب لأجل الشعب الغالي، بزور العراق كتير شمال وجنوب وفي كل حتة، منتشرين زي العسل يعني، منهارين الدنيا وفي سوريا وكل البلاد يعني. رب يبارك الجميع في اسم يسوع. فأنا جاي النهاردة وعندي رغبة إلهية أن ألتقي بشخص المسيح. مش مستنين خادم يجي يحرك المية، لا، زي ما كان الراجل منتظر ملاك، احنا منتظرين زيارة منه هو. قلوب تولع، عطش إلهي يدب في القلب والحياة. صدقوني يا جماعة، أنا بقول ما في شخص مخلص يسمع كلمة الله ويقعد على حاله على بعضه. كلمة الله بتعمل إيه؟ تولع في القلب، تولع في القلب. مرة مشي المسيح مع اثنين من التلاميذ، تلميذي عمواس، بعد ما سابهم ومشي سألوا بعض، قالوا ألم تكن قلوبنا مالها ملتهبة فينا إذ كان يكلمنا في الطريق. يا رب القلوب تولع يا رب. قولوا أمين. إلهي يولع فيكم كلكم. قولوا أمين. بنار الروح القدس، هي حاجة أقولها. قولوا أمين، ما تخافوش، أكيد دي حاجة إيجابية مش سلبية. يا رب ولع قلبي بيكم بحبك. في مرض أديلي فترة بصلي بيه، نفسي أمرض بيه ما تشفي أبدا، ويا رب تمرضوا معايا بالمرض ده. تحبه مرض ولا مرض؟ مرض. مين يحب يمرض بالمرض ده؟ وإلهي يكون مزمن وتطلعوا على نجالة روحية كلكم يا رب النهاردة. مرض رائع قالت عنه عروس النشيد، أسندوني بأقراص الزبيب، أنحشوني بالتفاح مالك يا ستي، فأني مريضة حبا. علاقتي بيه تحولت لمرض لعشق، فبقينا مش عارفين نعيش بدونه. على فكرة بيقولوا أكتر ناس مدمنين في العالم هم المؤمنين. احنا مدمنين، احنا مدمنين لحضور الله، مدمنين للشرق. أحلى إدمان صح، بيقولوا حقيقي ده طبيا، عملوا بحث. لما يكون مؤمن وهو في حضور الرب منتعش وفرحان، بيقولوا هرمون السعادة والهرمونات المسؤولة عن الفرح كده والسعادة، بيقال إن الجسم
بيفرز كم من الأفراح بما يعادل جرعة أفيون بياخدها واحد مدمن مخدرات في العالم. إحنا مدمنين. كم واحد مدمن؟ واضح الإدمان شديد عليكم يعني. كم واحد مدمن يا جماعة؟ طب اللي مش رافعين من كتر الإدمان مش قادرين يرفع يا عين. ارفع يا عم الله يخليك ارفع. يا رب زود الإدمان جوانا. يعني الإدمان إحنا زي السمك اللي لو طلع من المية ما يقدرش يعيش، ما يقدرش يعيش. عشان كده قال القديس أغسطينوس: يا الله خلقتنا لذاتك، وستظل، أرجوك اسمع العبارة وركز فيها، ستظل أرواحنا حائرة متوترة، لن نجد راحتنا إلا فيك. شبعك وسلامك وفرحك عند المسيح، راحة قلبك اللي بيزبط المود والكيف معاك، اللي بيخلي الموضوع في انسجام صحيح هو المسيح. بصلي من قلبي يا رب بارك كل أسرة وكل عيلة موجودة اليومين دول في هجوم شرس على البيت، وعندي يقين ان الرب يكسر الهجوم ده في اسم المسيح. ايدين ابليس اللي على البيوت الرب يسوع يكسرها، يكسرها. حاجه وجهان لعمله واحده، البيت والكنيسه، اكتر حاجتين متحاربين من عدو الخير الايام دي، وانا بصلي الرب يبارك الحاجتين دول في اسم يسوع. بفرح لما ابقى في الكنيسه واشوف اسر وعائلات مسيحيه بجد في بلاد سبت المسيح، بس هم مسيحيين وبيكرموا المسيح. تحبوا تكرموه الايام الجايه في البلاد؟ أمين. مش ناسي قصة أقولها بعد كده أقرأ كتاب بسرعة. عندنا كان في عرس في بلدنا يعني، وكان عرس كبير وناس كثيرين موجودين، شعب كبير. فكان القسيس بيوعظ الكلمة بتاعة العرس، فبيتكلم يعني على دور الزوجة في البيت وإزاي، وبيكلم الأزواج: زوجتك كانت سبب بركة ومعينة ليك، وتعبت معاك وبلشت من الصفر. فابتدوا الأزواج الزوجات يبتسموا ويفرحوا وبتاع، فقعد يقول أشكر ربنا إن ربنا أداك زوجتك وهي سبب بركة وكلام ده كله. بعد شوية اتهور فقال: ممكن تمسك إيد زوجتك، وكل واحد قاعد جنب زوجته يعني، وتشكر ربنا لأجلها. ابتدت الزوجات بقى فرحوا وكيفوا على الموضوع خالص، فالأزواج يعني مبسوطين كويس يعني راضيين على الموضوع. فتهور زيادة خالص، قال: زوجتك ده جزء منك، ده جسدك، وإزاي كانت بركة ليك. كل واحد يقبل إيد زوجته، فابتدوا الرجال بالفعل تجاوبوا بمشاعر حقيقية، ابتدوا يقبلوا إيد زوجاتهم. ففي وسط الجموع الرهيبة في زوج من الأزواج، واحد من الحضور الموجودين قاعد يرفع إيده كده عالي. فالقسيس انتبه، قال له: في إيه؟ قال له: طب أنا مش متجوز أعمل إيه؟ قال له: أنت بالذات بوس إيدك وش وظهر واشكر ربنا على اللي أنت فيه. فأنا حد هيبوس معايا وش وظهر؟ أنا لا طبعا بركة. ليه بقول كده؟ صدقوني يا جماعة، اليومين اللي فاتوا جات لي طلبة صلاة في مصر خلتني بكيت على المنبر. واضح طلبة صلاة من طفلة، واضح لأن الخط مبين، واضح إنها بنت لأن اللغة مبينة، بتقول: عمو من فضلك ممكن تصلي إن بابا وماما يرجعوا يحبوا بعض زي زمان. أول ما البنت قريت الورقة دي وأنا على المنبر أنا بكيت. ياما في بيوت عرف إبليس يسلب حبها وسلامها. يا رب رجعنا نكون وحدة واحدة في اسم المسيح. يا رب هنكون موجودين، مش الغرض بيت وجواز وعيال، روعة حلو، بس الغرض أن أمجد الله في هذا البيت، ويتمجد المسيح، أتمم دعوة الله من خلال بيتي، وأكون في وسط العالم ده أعيش بركة وفرح قلب المسيح. أمين. تعالوا نقف نصلي صلوة مع بعض، وبعد كده نقرأ الكتاب كله. أقفوا معايا، نعلي الميد رينج، الميد نعليه شوية، اللي هو الكوس اللي في النص نرفعه شوية. يلا وانت واقف تمام، غمض عينيك، سكر عيونك، سد عينيك، وعايزك تركز معايا في لحظات إلهية وانت بتقول له: بنعلن حضورك يا رب، شكرك لأنك موجود في المكان بصورة غير عادية يا رب. بنصلي لأجل الكنيسة الغالية المباركة المحبوبة لقلبك، بنصلي يا رب تيجي بأيام بركة علينا. فينا ناس يمكن يا رب لسه على الشاطئ، لسه برة، ولع القلوب يا رب، اجذب النفوس، اعمل عمل عظيم فيما بيننا يا رب. الكل الكل أنا وإخواتي عايزين نقول لك: قيس ألف زراع وعبرنا، دخلنا في أعماق جديدة، دخلنا في علاقات جديدة. زي ما كان بيصلي الجسيس من شوية، فينا ناس متألمة موجوعة، شفاء إلهي يحصل فيما بيننا في اسم يسوع. فينا ناس مربوطة مقيدة، اكسر كل قيود قد ربطنا بيها الشيطان، عدو الخير، عدو كل بر يا رب. أصلي لأجل سلام يغمر الحياة، وسلام يغمر البيوت والعائلات في اسم المسيح الحي. احنا موجودين قدامك، احنا طالبين شخصك، احنا يا رب بنصرخ بكل عطش ورغبة، نريد أن نرى يسوع. اعلن لينا عن مجدك، واعلن لينا عن ذاتك، وكلم قلوبنا بحضورك في اسم المسيح. بنصلي وليك كل الكرامة وليك كل المجد،
أمين يا رب يسوع، أمين. تفضلوا ارتاحوا، رب يبارك كلمته لينا في اسم الرب يسوع. عايز وإحنا بنحتفل بالدخول الانتصاري لشخص المسيح الملك المتوج، الملك المكلل بالمجد والبهاء والعظمة، عايز بس ناخد العيون من على السعف، وناخد العيون من على الناس والزيطة والهيصة، ونحطها على أروع شخصية كانت سبب إشباع للآب، أروع واحد في المشهد كله. تعالوا نتخيل مسيح داخل والرسل موجودين وزحمة رهيبة ورؤساء كهنة وناس كتيرة، مين أكتر شخصية كانت مشبعة للسماء في كل المشهد والصورة اللي موجودة؟ مين؟ قولوا بصوت عالي، مين؟ يسوع. الوحيد اللي كان موجود في المشهد ده كله فرح القلوب وكان بيشبع القلوب هو شخص المسيح. علشان كده عايزين نقول يا رب افتح عينينا عليك أكتر فنعرفك ونحبك ونلتصق بيك، فأنت الملك المتوج النهاردة في حياتنا وفي بيوتنا في اسم الرب يسوع المسيح. عايز بس أقول كم حاجة مش عندي يعني في قلبي عظة، لكن قلبي أفكار صغيرة أتأمل فيها مع حضراتكم، ونرجع نصلي وناخد فرصة أكتر في الصلاة تسبيح مع أخي صمول والعبادة بعد كده. المسيح لما جه في المشهد بتاع دخوله لأورشليم، حضراتكم عارفين فكر البشر أفكار يقودها الشيطان، فالأرض مكتوب عنها في سفر أيوب مسلمة ليد الشرير، ومكتوب العالم قد وضع في الشرير. فمين اللي بيحرك أفكار الناس؟ إبليس. إبليس كان يقودهم، إبليس كان بيسيطر عليهم، إبليس كان بيتحكم فيهم. فهم من دخول المسيح لأورشليم كان عندهم أفكار عايزين يعملها المسيح، هيعملها يعني هيعملها. فكان في ثلاث حاجات مهمين المسيح جي عشان يصححها ويغيرها في أذهانهم. هم عايزين مخلص من الرومان، هم عايزين ملك يملك على كرسي داود، هم عايزين واحد يجي بهالة كده ويعني يجي بكبرياء ويجي بغرور الملوك كده ويعني يفتخروا به. المسيح جاء عشان يغير جواهم الثلاث حاجات دولة. مسيح هو جاي طبعا الشعب عمال يقول أصنى مخلصنا مبارك الملك الآتي باسم الرب. فكانت كل انتظارهم وكل اللي عايزينه عايزين مخلص يخلصهم من مين؟ من الرومان. هم في أزمة، هم مش فارق معاهم غير الرومان، هم عايزين يسوع داخل. أيوه مدام جه إذن هيخلصنا عليه ويخلص عليهم ويريحنا منهم. فجه المخلص اللي هيخلصنا من الحكم القاسي من حكم الرومان. المسيح رد عليهم كأنه عايز يقول لهم أنا جاي أخلصكم من ما هو أصعب من الرومان، أنا جاي أخلصكم من نتيجة خطيتكم وأخلصكم من أنفسكم. جماعة الرومان سهل الموضوع، بس ما هو أصعب من الرومان؟ المسيح جن السماء علشانه مش يخلص من الرومان، لكن جي يخلص من نتيجة الإيه؟ خطية. جي يرفع ناس من أحمالها وأوجعها، جي يشيل أحمال ثقيلة على أكتاف الناس. العالم بيئن، العالم في أزمة، البشرية تعبانة، والمسيح هو الوحيد اللي عنده سلطان، وقال كده تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا. فهم منتظرين مخلص من الرومان، بس المسيح مش جاي يخلص من الرومان، المسيح جاي يخلصهم من الخطية اللي سيطرت عليهم وقيدة نفوسهم. حبائي، ولا البلاد ولا العالم ولا أي شيء بيدي راحة للقلوب، ما فيش حد بيطمن القلب ويريح وغير شخص واحد، هو مسيح. مسيح، اوعى تفكر مجيئك لأستراليا هو حلم الحياة الذي تحقق. فينا ناس جت البلد وعندها اكتئاب، فينا ناس جت البلد وشعرها فراغ، فينا ناس موجودة يمكن الظروف المادية بيجت أفضل، يمكن الشعور بالأمان نسبيا أفضل، لكن الشعور بالفراغ وعدم الهوية، مش لاقي قيمته ولا هويته، يمكن زادت جواك. لن أنسى السنة اللي فاتت كنا في استراليا هنا، وشاب عراقي حلو أول ما شافني جري عليا قال لي قسيس، قلت له أيوة، قال لي عايز أحكي لك على حاجة، قلت له خير، قال لي أنا كان عندي اكتئاب بسببك، قلت له كتر خيرك، يعني شوفه مجابلة حلوة، مش يقول لي ما رايش تجنال أي حاجة جو ولا أي اكتئاب بس، قلت له ليه يعني أنا عملت لك إيه؟ قال لي شفتك في بغداد في العراق عندنا، وأنا كان حلم حياتي وشغل الشاغل السفر، كنت بحلم النساء، وإنت جيت عندنا عمال تقول أوعى تكون مشغول بالسفر، السفر مش هيريحك، السفر مش هيفرحك، اللي بيفرح القلوب هو المسيح. فقال أنا أول ما سمعتك كده كرهتك ومش طايق أشوفك يعني. فقال لي بعد فترة رحت عمان في الأردن لقيتك موجود، قلت هو أنت، الحمد لله على السلامة. فقال هو يوم باين منين؟
وكان باين. نشكر ربنا قال فوجئت انك ركزت على الموضوع اكتر. وهو كان مقدم المعامله بتاعته على استراليا قال يمكن موجود، قال لي يعني انا قلت كده يمكن يكون في ناس موجوده حلم حياتك انك تروح استراليا. استراليا مش هتشبع قلبك، استراليا مش هتطمنك ولا تريحك. قال وانا يوميها كرهتك وكرهت نفسي وكرهت الدنيا كلها يعني. بس قال لي تعبير غريب، قال انا جيت ادي لي كم شهر ومن ساعه ما جيت كم الحزن اللي في قلبي رهيب. بس قال لي كلمه فرحني، قال لي النهارده انا سلمت حياتي للمسيح وشاعر بفرح لم اشعر به من ساعه ما خطيت البلد دي. قال لي انا بجد اختبرت، انا ما كنتش مصدق بس اختبرت ان اللي بيشبع القلب لا بلاد ولا اماكن ولا اللي بيشبع القلب شخص يريح الحياه ويغيرها هو مين؟ مسيح. امين، مبارك اسم الرب الى الابد. فانا وحضراتكم النهارده المسيح عايز يغير اول مفهوم غيره مع الشعب، اول مفهوم ليهم للخلاص الخلاص من الرومان، لكن المسيح جاي يخلصهم من الخطيه، الكيد، السلطان اللي الناس مربوطه ومقيده ليه. انا عندي رساله خير ورساله افراح لكل نفس موجود، يلي مقصور لخطيتك، يلي مقصور لاحزانك، يلي لسه مستعبد لامر قاسي، المسيح النهارده بدمه الطاهر يغسلك من كل خطاياك ويبدا معاك حياه جديده وصفحه جديده. بس السؤال، هل عندك هذه الرغبه؟ هل عندك أشواق إنك تبدأ حياة جديدة مع المسيح؟ أحبائي، أنا مش بحكي لكم عن إله سمعت عنه، بحكي لكم عن إله غير حياتي، جابني من المخدرات والضياع والدمار، كنت عايش أتعس عيشة بدون المسيح. في يوم من الأيام كنت حاضر اجتماع زي اللي انتوا حاضرينه ونور المسيح أشرق في قلبي، ومن ساعتها لغاية اليوم لم أندم لحظة أني قدمت حياتي لهذا الشخص العظيم، بل بالعكس مديون لي انه قبلني وغيرني، خلى للحياه معنى، خلى للحياه هدف. عايز اقول لك في تحديات، ايوه في تحديات، بس عايشين في مجد. في ضيقات، ايوه في، بس اختبرنا يمشيني على مرتفعاتي. كل يوم اروع من التاني، كل يوم مليان بالبركه والمجد. فالنهارده واحنا بنحتفل بدخول المخلص، مش مخلص من مرض ولا مخلص من، يا ما في ناس يقول لك خلصني من مرضي، من حزني، من زوجتي، من زوجي، من عيالي، من 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 من. هو مش جاي يخلصك من دول، هو جاي يخلصك من نفسك. أكبر عدو للإنسان هو نفسه. ياما بعنادي ورفض للمسيح كنت بضر نفسي. كتاب قال من يبعد عني يضر نفسه، ده الأصعب. عايز أقول لحضراتكم ربنا بيشفي، آه بيشفي، ربنا بيعمل معجزات، أيوة بيعمل معجزات، بس في ترتيب ربنا عايز يغيره. النهاردة لما نزلوا المفلوج من السقف، فاكرين أول المريض المشلول ده أول جملة طلعت من فم المسيح، فاكرين قال إيه؟ أيوة برافو، مغفورة لك خطاياك. الناس مش عايزين كده، الناس عايزين قم احمل سريرك وامشي. المسيح عملها، بس عايز يقول لهم قبل دي فيما هو أهم، غفران الخطايا. مين يدي للإنسان راحة البال، راحة الضمير؟ أنا أبحث عن ما هو أبدي. إحنا دايما نحب الماتيرياليزم، كل ما هو مادي، كل ما هو محسوس، بس رب عايزنا نعيش حياة الإيمان الأيام الجاية. ياما في ناس شفاها المسيح وهو موجود بالجسد على الأرض وماتوا، هل لسه عايشين الناس دول؟ لا، ده العذر جاء من الموت بعد ما قد أنت. العذر موجود ولا مات؟ مات. يا رب اديكوا طولة العمر، قولوا أمين. بتركزوا في دي كلكم، بس أمين يا رب اسمي يسوع، أتمنى لكم كل الخير. بس صدقوني، انطالت ولا قصرت هيجي لها يوم وتخلص، لكن الأهم حياتك الأبدية. لسه قريب كنا في سوريا، والأيام اللي فاتت لما بنروح العراق كنت بقول الآية دي بكل قلبي. قال المسيح ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم، لو هو مش هيحصل، بس لو ربح العالم كله وخسر. فقلت لهم تعالوا نقولها بالمعكوس بالمقلوب، ماذا ينتفع الإنسان لو خسر العالم كله. لو ربح نفسه حلوة يا رب، بس تعالوا نقولها سلبية أكتر، يعني خسر العالم كله فوق الخسارة دي كمان خسر نفسه. فينا ناس خسرت كتير، بس أكبر خسارة أحبائي إن الإنسان يخسر نفسه. أنت وجدت على الأرض لغرض إلهي عظيم، أنت مش موجود صدفة، ولا موجود هباء، ولا موجود تايه مش عارف ليه. ربنا أوجدك عشان يحقق حلم عظيم، ربنا أوجدك عشان تعيش على الأرض أروع عيشة مع شخص المسيح. فأول حاجة عايزين نغيرها النهاردة نقول يا رب احنا مش عايزين خلاص من أشياء، احنا عايزين خلاص وغفران للخطايا. وهوعدك مهما كانت خطاياك، دم يسوع المسيح ابنه يعمل ايه؟ يطهر من كل خطيه. عارفين الاطفال الصغار لما بيكتبوا بالاقلام الرصاص وبيغلطوا بيجيبوا ايه؟ مساحه او محايه حسب كل لغات بلادنا اللي احنا جي، او استيك اي حاجه، او ايه؟ جومه. دي بايه؟
بأي حاجة. المهم يا فيجيبوا ايه رأيكم أنظف وأغلى جومة زي ما بيقول أخونا الحبيب، أغلى محايا عندكم بكام هنا المحايا المساحة؟ كام شكات حقها؟ 1 دولار دي غالية جوا يا جماعة، أنتوا إزاي عايشين في البلد دي؟ تعالوا روحوا معنا، تعالوا هيجيب محايا أم 10 دولار الكبيرة الحلوة دي يعني وزي العسل. الطفل لأنه أخطأ متضايق ضايش من اللي عمله منزعج، فيفضل عايز يعمل إيه؟ عايز يمحي يهري الورقة بتاعته علشان يشيل الغلط اللي غلطه بعد ما يخلص نص المحايا والحاجات اللي بتطلع ذكريات الطفولة التعيسة اللي احنا عشناها. بعد ما يخلص الأب والأم يمسك الورقة يدقق فيها يلاحظ ان لسه في أثار في علام. أقول لكم على حاجة، محاية دم المسيح ما بتسيبش للخطية أي أثار ولا أي علام. قول هللويا مبارك اسم الرب. محاية دم المسيح بتقتلعها. تقول لي شاعر بذنب شاعر بندم، أنا النهاردة بدعوك لمخلص يعرف يرفعك من يأسك ومن خطأك، يعرف يحررك من أسر نفسك، يعرف يحررك من اكتئابك وتعبك. صدقوني ياما ناس مكتئبة الأيام دي، مكتئبة، فلوس موجودة والبيوت موجودة والصحة موجودة بس حزين مكسور. مين يقدر يفك ده؟ هو هو أجاب الواحد أقول له مالك، يقول لي أنا ضهج أنا تعبان. ليه؟ مش عارف، اسمك مكتئب مخنوق. حتى وانت مش عارف يسوع بيكون عارف. عشان كده النهاردة إحنا بندعو مخلص قبل ما يخلصنا من الظروف اللي حوالينا، يخلصنا من أصعب شيء في الوجود هي الخطية. هسألك بيني ما بينك، هل نفسك تطمن على أبديتك؟ هل نفسك تشعر بسلام تجاه الأبدية؟ على فكرة المسيح لا يدعونا دعوة لمرواح السماء. السماء لو كان المسيح بس بيقدم لنا دعوة عشان نروح السماء يبقى آسف حاشا أنه يعمل كده. السماء هتحصل بس ده فين؟ في الآخر. لكن قبل ما تروح السماء المسيح يدعوك أن يغير حياتك وتكون بركة لمن حولك وتعيش معاه هنا على الأرض، تعيش السماء وانت فين؟ وفي الآخر النهاية حياة أبدية. رب قال إبراهيم زمان، قال له إبراهيم أباركك لكن خد الأروع وتكون بركة. أنت موجود عشان تكوني لمن حولك بركة، أنت موجود عشان تكون للآخرين بركة. فهنصلي النهاردة في الوقت اللي جاء أول حاجة نقول له يا رب، هم كانوا بيقولوا مخلصنا وصلنا خلصنا، انت جيت عشان ترى يلا بقى جايبوا حمار ولا جايبوا حصان بس اعمل اي حاجة تصرف، يعني الرومان زلونا وتعبونا خلصنا منهم. بس المسيح جاي يقول لهم الرومان سهل تتخلصوا منه، بس انا جاي اخلصكم من ما هو اصعب من الرومان، هخلصكم من الخطية واعطيكم غفران خطاياكم. هل نفسك تاخد الغفران ده النهاردة؟ هل نفسك اسمك يكتب في سفر الحياة؟ تشعر بالأمان والسلام؟ يا على روعة إحساسك إنك مقبول عند المسيح، إنك مغفور الخطايا، إنك مغسول بدم المسيح. أروع وأعظم امتياز إني أكون ابن لله. رهيب. ولا فلوس الدنيا ولا ملايين الدنيا هتشبع قلبي بهذا المقدار من الإشباع. صدقوني ياما دخلت جسور بيوت ناس وأنا داخل رعب، القصر التحف والأنتيكات الحاجات مخيفة، أنا خايف حاجة تتكسر تبقى مصيبة سودة، ما عرفش ده بيجيبوه منين وبكام ولا إيه، بس البيوت مليانة بالحزن. وياما دخلت بيوت عندنا في صعيد مصر ناس فجرة وفي النجوع والعزب والكرة، ناس مش لاقية تاكل بس المسيح في البيوت أمام الله، كم السعادة والفرح اللي مالية قلوب الناس. رهيبة رهيبة، لأن يسوع في البيت، لأن يسوع في القلب وفي الكيان. عشان كده من فضلك غير النهاردة كل حساباتك الخربانة وجاي وكل هدفك حتة مرض، يا عم هيخلصك من المرض، بس قبل ما يخلصك من المرض قول له اغسلني بدمك. كل مشكلتك الأوراق يا عم جنسيتي، هما انت في جنسية أعظم تبحث عنها، أن تكون لك جنسية سماوية، تكون من أولاد الله، أن تكون شخص تحمل سمة المسيح وسمة السماء وحضور الله، فتكون مسيحي حقيقي عايش على الأرض. نمرة واحد هم عايزين مخلص من الرومان والمسيح جاي يخلصهم من الخطية. نمرة اثنين هم عايزين ملك أرضي، تعال أقعد على كرسي داود وأملك. المسيح عايز يقول لهم أنا مش جاي أملك على عرش أرضي، أنا جاي أملك عن عرش أهم، جاي أملك على قلوب، قلوب مقية، قلوب عايزاني، قلوب قررت عن اختيار وعن رغبة إني أكون سيد وملك عليها. هم عايزين ملك أرضي يملك يقعد، بس المسيح جاي يملك ملك روحي، يملك ملك روحي. أقول لكم بيني ما بينكم، يا ما في مسيحيين يسوع مش مالك على قلبهم ومش مالك في حياتهم،
هل هو الملك؟ هل هو القائد؟ هل هو الحاكم في بيتك وفي حياتك؟ مين الملك؟ مين يسوع ملك عنده؟ ملك حقيقي بجد؟ أحلى حاجة فينا كمتكلمين بالعربية كلنا بنرفع في أي سؤال رافعين على طول يعني. بس أنا بسأل بأمانة، هو الملك؟ فهل أنت في ملكوت الله ولا أنت تعمل لبناء ملكوتك أنت؟ فأنت الملك وكل الدنيا بدي، لا، أنا أعلن اليوم ملك شخص المسيح على حياتي، فهو الملك. هم عايزين يقعد على العرش ويمسك كده قضيب الملك وي وي وي، بس رب مش عايز يعمل ده. رب بيقوله من هعمل الأعظم، عظمة المسيحية وعظمة شخص المسيح لا يملك على عروش أرضية، لكن عظمة المسيح أن يغير قلوب حقيقية ويخلي القلب ينور بنوره ويشرق بحضوره، يملك عليه. بيني ما بينكم، يا ما في ناس مسيحيين هوية المسيح مش مالك على حياتهم، بس أنا بصلي النهاردة. الملاك قال للمطوبة القديسة العذراء مريم في ميلاد المسيح، قال لها حتة آية رهيبة، قال لها عن المسيح سيملك، قال لها إيه؟ سيملك، بس خد الأروع، ولن يكون لملكه. يا عايز أشجع قلبك، لو دعيت المسيح ملك على حياتك سيملك على البيت، سيملك على الحياة، ولن يكون لملك المسيح على حياتك نهاية. هيفضل ملك، هيفضل رب، هيفضل سيد يقود الحياة ويبدع في إبهارك وإدهاشك كل يوم بأروع عيشة تتعاش مع شخص المسيح. لو كان الأيام اللي فاتت مش هو الملك، قرر وقول له يا رب أنا بعتذر لك إن أنا كنت عامل روحي ملك، أنت الأيام الجاية ملكي، مخلصي، إلهي، حبيبي، هعيش وأنا خاضع ليك ولملكوتك يا رب يسوع. بجد بجد النهاردة هنفتح قلوبنا وهنقول له يا رب في اسم يسوع كل ملوك غريبة ملكناهم على حياتنا يطلعوا يخرجوا ويكون يسوع المسيح هو الملك. أمين؟ تحب يسوع يملك في حياتك؟ مين يحب أمانة من قلبه؟ مين عايز يرفع إيده؟ رفعت إيدك مش خطية، رفعت إيدك فرح كده وبقى مين؟ مين؟ طب مين يحب يسوع يملك في بيته؟ عارفين ليه البيوت فيها انزعاج الأيام دي؟ لأن يسوع مش مالك في البيت، مش مالك في الحياة. أول ما تملكوا، فاكرين لما السفينة كانت هتغرق وبطرس مشي على المية؟ فاكرين القصة دي؟ السفينة كانت معذبة لأن الريح كانت مضادة، بس في حتة آية رهيبة، ولما دخل السفينة، المسيح دخل سفينة، شوف الآية، سكنت الريح. لو يسوع دخل البيت كل حاجة هتتغير في البيت. ادعي النهاردة، ادعي ملك. فعرس قانا الجليل، فاكرين القصة دي؟ يقول الكتاب ودعي أيضا يسوع وتلاميذه، ادعى يسوع، يا رب احنا بنقدم ليك دعوة للملك على حياتنا وعلى بيوتنا وعلى قلوبنا الأيام الجاية. فهم عايزين ملك مخلص يخلص من الرومان، مسيح جاي يخلص من الخطية. هم عايزين ملك يملك على كرسي داود، والمسيح جاي مش عشان يملك على كرسي ولكنه يملك على قلوب البشر. نمرة ثلاثة بقى والأخيرة، المسيح غير مفهومهم عن الاتضاع. لما حب يجي ما جاش على حصان، لكن جي على جحش ابن أتان حمار. رب يسوع يعني يوم ما تدخل بالمنظر ده، هم قالوا خلاص مش مهم بس يدخل وخلاص. يعني المسيح عايز يوصل لهم مبدأ الاتضاع الحقيقي، ان الكبير العظيم هو اللي ينزل عشان يرفع من هم اقل. هم عايزين واحد يموت الناس عشان هو يعيش، بس المسيح جي يموت هو عشان الناس تعيش. الايام اللي احنا عايشين فيها في كم انانية رهيبة، الناس بيجيت بتعبد ذواتها الايام دي، كبرياء، غرور، حب للذات غير عادي، مش حب لنفسي كقبول نفسي واقتناعي بعمل الله لا، في ناس بتعبد ذواتها الايام دي، عايشه وهم، كل حاجه انا 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 انا، رب عايز يطلعني بره انا واكون بركه للناس اللي حواليا، واكون بركه للناس اللي انا عايش في وسطهم. يا رب علمنا الاتضاع الايام الجايه. اوعى تكون معتمد على حاجه بتستمد منها قيمتك وكبريائك. يا ناس بتربط كبريائها وقيمتها بجمالها، الجمال مش قاعد. ويا ما ناس بتربطه باللبس والستايل، حلو انك تكون مهندم وشيك كل حاجه، بس اوعى تكون بتستمد قيمتك وشايف حالها ما بيقعدش. ويا ما ناس بالمصاري، ويا ما ناس بالعائلات، ويا ما يا ما يا ما. كل ده امور متغيره مش ثابته. الوحيد اللي استمد منه قيمتك وتشعر انك شخص ليك قيمه وليك قبول هو شخص المسيح. ده اللي يعمل الانسان قيمه، ده اللي قال كده وطمننا وقال إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد
أحببتك أحببتك. هنعمل إيه في الوقت اللي جاي؟ أنا أثق إنه المسيح مشتاج بجد يعلن سلطان ويعلن ملكيته على حياة ناس كتيرة موجودين. كان دي لك وقت بتحضر وصار لك زمان بتيجي الكنيسة، بس لغاية النهاردة لسه ما فيش علاقة حب حقيقية بينك ما بينه. وأنا أثق إن اليوم ده مش وخلاص، ربنا حط اليوم ده في التاريخ لأنه هيغير حياة ناس. قولوا أمين. ربنا حط اليوم ده في التاريخ لأنه هيكتب تاريخ جديد على ناس موجودة. قولوا أمين. خدام الله يطلقهم، نفوس حزينة ربنا يطلقها من أحزانها ويفرحها، ويا رب تكون بداية حياة جديدة. النهاردة كام في الشهر؟ النهاردة 25، شهر كام؟ 3/2018. يا رب يكون ده تاريخ جديد بالبركة عليك وعلى بيتك للزمن اللي جاي في اسم المسيح. تاريخ جديد بالأفراح وبالقوة وبالخلاص وبالانتصارات، وهتمشي في موكب الغالبين، هتمشي في موكب المنتصرين. أنا كل اللي عايز أقوله في الجزء الأخير يا جماعة، المسيح بيعرض ولكنه لا يفرض. يعني إيه؟ يعني أنا كنت جاي بتحدي جوايا، ممكن أقول لك كلام تنفعل معايا وتسخن فيه وأنت هتعيش من غير المسيح نار وعذاب وذل وبتاع. لا لا، أنا كل اللي كان في قلبي إن ما يكونش الموضوع مجرد مشاعر، لكن الموضوع يكون قرار ورغبة من القلب. هل حضرتك شاعر باحتياجك للمسيح ولا لا؟ هل حضرتك حاسة أنك محتاجة له ولا لا؟ لو أنت جيت للرب بسبب مشاعري وانفعالي حلو، بس بعد شوية هترجع تاني أصعب من الأول. لكن لو قررت عن رغبة واقتناع تقول له أنا قررت أني أعيش ليك يا رب، والأيام اللي جاية هفرح قلبك وأكرمك، عشت كتير عشاني بس أنا مشتاق أني أعيش عشانك في اسم المسيح ومجد اسمك وأكرمك. بأمانة بأمانة، مين النهاردة مشتاق ببساطة زي العشار زمان لما صرخ قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطي، يتغسل بدم المسيح تمحى خطاياه، يبدأ مع الرب يسوع صفحة جديدة ويكون مؤمن بجد ويعيش حياة قوية بجد. اللي عايز كده من قلبه استأذنك وانت في مكانك أقف معايا عشان نصلي مع بعض. يلا مين ناوي يعمل كده؟ أمين. يباركك أخويا الاتضاع. مش بطلب الكل، مش الكل، اللي ناوي من قلبه. أمين 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 حبيبتي أمين. مين كمان؟ أمين. مين كمان يقف يقول له انا بعلن احتياجي ليك يا رب يسوع؟ طبعا مش حاجه تخلينا نتفرج على بعض وبخيبه، احنا واقفين عشان نعلن احتياجنا للرب. فمن فضلك وانت في مكانك لو انت في احتياج لي بجد تخجلش. تخجل من ايه؟ يا بختك انت واقف تعلن احتياجك للمسيح، واقف تقول انا النهارده اعلن ملكه على حياتي، انا يسوع المسيح هو ملكي، يسوع المسيح هو الهي، يسوع المسيح هو ربي ومخلصي. لاخر مره هكرر الدعوه، لو انت محتاج تملك المسيح على حياتك وقف في مكانك معايا. طيب أخويا صامول وأخواتي فريق الترنيم هيكونوا موجودين معانا. يلا ما تكونش قاعد خجلان ولا مكسوف، أقف. أمين أمين أمين. مين كمان؟ أمين حبيبي الله يبارك أخويا الغالي. يلا مين كمان؟ وقف في مكانك وقول يا رب أنا بطلب خلاصك وبطلب غفرانك وبطلب تحريرك لحياتي في اسم الرب يسوع المسيح. كلنا مسدين عينينا، كلنا نغمض عيوننا، اكفل عينيك، وإحنا في روح الصلاة دلوقتي في أجواء الصلاة. لغاية أنت هتعيش والمسيح مش هو الملك، لغاية أنت هتعيش بعيد عن المخلص وهو مشتاق أنه يخلصك ويحررك، يحررك من ضيقك، يحررك من أحزانك، يحررك من قيودك. الكنيسة مش هتريحك، يسوع اللي هيريحك. الترنيم الحلو مش هيغير حياتك، لكن يسوع اللي هيغير حياتك، وبعد كده الترنيم تبقى عبادة وفرح والتقاء بالمسيح. وإحنا مغمضين عينينا كلنا كلنا هقدم دعوة مخلصة لكل قلب صادق. الناس اللي واقفة ارفع ايدك معايا للسماء قبل ما نصلي في أمور تانية بعد لحظات، بس عايز أركز في النقطة دي دقيقتين. خلي ايدك مرفوعة ورنم مع أخويا صامو الكلمات ترنيمة بتقوله أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يسوع دمك يطهرني، وأنا لما هاجي وأشوفك وهشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر. اللي تعبان يسوع فاتح حضنه ليك، اللي مكسور ومنزعج ومتألم لسه أحضان النعمة أحضان المسيح مفتوحة ليك. عايزك تغمض عينيك ولو قادر توقف أمين، حابب تصلي وانت قاعد بحريتك، بس عايزك تصلي الترنيمة دي بكل قلبك وكأنك ترى المسيح أمام وجهك. وصليها وبكيها وصرخها، قل له أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطي
ابرئني واشفيني يا رب. يلا نصلي الكلام ده بكل فرح واحنا مغمضين عينينا. رنم معانا الترنيمه دي وانت بتقول له المسني، هيلمسك صدقني في اسم المسيح، يحط ايده على حياتك، هيلمس جسدك المريض ونفسك التعبانه ويشجعك في اسم المسيح النهارده. يلا نصلي مع بعض بقوه كلمات الترنيمه، انا محتاج لمسه روحك تغير. انا محتاج لمسه روحك. صليها وانت في مكانك وقولها معنا، كلمات على الشاشة ركز فيها وقولها للرب. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني يا رب، وأنا محتاج يا يسوع دمك، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. صليها معايا، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا رب، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي، وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسم على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسم على كفوفك، بتفك الأسر وحقك بيحررني. يلا ارفع صوتك قول له انا جاي، انا جاي، انا جاي ضعيف قويني، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لخاطب رقني واشفيني. ارفع ايدك قول له المسني، المسني، المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. انا جاي ضعيف قويني، انا جاي، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لخاطب رقني واشفيني. وانت بتقول المسني هيلمسك، هيلمسك بسلطانك، وريني، وريني مجد جلالك، اغمر، اغمر قلبي بحنانك ورويني. اسمع حضراتكم من غير موسيقى لاخر مره، انا جاي ضعيف قوي، قولوها معانا، انا جاي حزين عزيني، انا جاي لك خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني. وانت مغمض عينيك وبتسمع صوت الموسيقى، هصلي معاك وانت واقف. تعالوا نوقف كلنا في اماكننا، اقف معايا في مكان وثق تماما ان رب موجود النهارده قريب منك. عايزك تكون مركز، انت مش جاي عشان تراضي ربنا او تراضي ضميرك، انت جاي عشان ربنا يبارك حياتك ويغيرها وتكون بركه. عايزك ترفع ايدك عالي للسماء، ارفع ايديك، صلي معايا من قلبك وقول له كده، يا رب يسوع، بصوت عالي مع بعض، يا رب يسوع، أعلن ملكك اليوم على حياتي بقوة. حبايبي صلوا معايا بقوة، أعلن اليوم ملكك على حياتي، أعلن اليوم أنك رب ومخلص لحياتي. أصنى للملك الآتي باسم الرب، مبارك الملك الآتي باسم الرب. يا رب يسوع، أنا رافع إيدي إليك يا رب، اغسلني بدمك الطاهر وغير حياتي، ومن اليوم قررت أكون ليك، وما تبقى من حياتي هعيش لأجلك وهخدمك وهفرحك في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. عايز الجزء الأخير اللي هنصلي فيه بقى، عايزين الأيام اللي جاية نشيل شيلة مع المسيح ونقول له رب نفسنا نخدمك في البلد الوقت اللي فاضل لينا. مين نفسه يخدم الرب يا جماعة؟ مين عايز يكون خادم للمسيح؟ نرفع ايده كده. في ناس مش رفع في أي حاجة يعني، ولا في دماغهم الموضوع أصلا، كتر خيرهم أنهم موجودين أساسا يعني.
انت مش موجود عشان تضيع عمرك، انت موجود لكي تربح حياتك في خدمة المسيح. الكتاب المقدس قال ليس انتم اخترتموني بل انا الذي اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتاتوا بثمر. ربنا اوجدك في شبابك وفي سنك عشان تكون للناس بركه. قل يا رب استخدمنا ككنيسه نكون بركه في كل ملبورن الايام الجايه. استخدمنا كافراد كعائلات كاسر يا رب في اسم المسيح. سامحني على الوقت اللي راح، سامحني على الوقت اللي ضاع، انا هكون بركه. قول امين. يا حبايبي الايام بتخلص والعالم هينتهي، من فضلك انت عشت كتير، اسف ضيعت عمرك وضيعت وقتك. خلي بالك احترز، مش مهم سنك كام، 20 ولا 15 ولا 80 ولا 70، مش مهم، بس خلي بالك الوقت اللي فاضل اللي تبقى قليل. عشت كتير لنفسك، تعال الوقت اللي جاي تعيش تخدم اسم المسيح. اطلع بقى برا، شوف العالم اللي حواليك، الناس محتاجة خدام، الكنيسة محتاجة مؤمنين حقيقيين يشهدوا عن المسيح ويكونوا بركة للناس، بركة ليهم، بركة ليهم. عايزك تقول له يا رب أنا عشت كتير لذاتي، بس النهاردة أنا بقول لك أنا مش لذاتي، أنا مش لشهواتي، أنا يا رب نفسي أعرفك أكتر وأحبك أكتر، نفسي أخدمك أكتر وأكتر، نفسي تعمل بي عمل عظيم. يا جماعة صدقوني العالم حوالينا بيلتهب، رب بيفتقد ناس وبيغير، وإحنا فينا مسيحيين بيلعبوا بعمرهم بيضيعوا حياتهم، مش وقته إخواتي، مش وقته، مش وقته. اتشغل بملكوت الله، اتشغل بعمل الرب. عايز نعمل إيه؟ نفسي كل اثنين أو ثلاثة قريبين من بعض، تعالوا نصلي مع بعض صلوة، نمسك إيدين بعض كده، نتحد في صلاة. ليه بنعمل كده؟ الكتاب المقدس قال إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فأنه يكون لهما. حابب تعمل كده معانا؟ أمين. مش حابب صلي لوحدك بحريتك، بس لو تقدر تجرب من الناس اللي جنبيك، امسك إيد إخواتك اللي جنبك. هنصلي نقول له يا رب احنا عايزين الأيام الجاية تكون مليانة بركة يا رب، عايزين نشوفك في حياتنا وبيوتنا أكتر وأكتر. جربني منك يا رب، عايز التصق بيك، عايز أتعلق بيك، عايز أتمسك بيك الأيام دي يا رب في اسم يسوع. استخدمنا استخدمنا استخدمنا. النهاردة بداية حياة جديدة، النهاردة بداية صفحة جديدة، النهاردة بداية قوة وبركة وخدمة غير عادية تمجد اسمك. يلا صلي وإحنا في أجواء الصلاة الحلوة دي، أنا بعلن حضور الرب يسوع. حتى لو ما فهمتش أي حاجة أو ما خدتش بالك من اللي فات، حضور المسيح يولع قلبك في اللحظات اللي جاي. تحس إنك إزاي عايشة كده، في حياة أفضل المسيح عايزك تعيشها، ازاي يعني قادر تكمل كده، في حياة أرقى أحلى. هل نفسك تعيش الحياة دي؟ قول له يا رب غيرني عشان أعيش معاك الأيام الجاية وأعيش ليك يا رب. شبابي ليك، عمري ليك، طاقتي ليك، كل مواهبي وإمكانياتي بحطها في إيديك عشان تستخدمني وتباركني وتعمل من خلالها أمور عظيمة في اسم المسيح. صلي لسه في دقيقتين تاني، صلي صلي صلي. لو مش عارف تتكلم تقول ايه، قول يا رب عايز احبك، عايز احبك، عايز احبك، بس مش احبك كلام، احبك بجد، احبك من قلبي، احبك بكل طاقتي، عايز احس بحضورك في كل مكان انا فيه، عايز وانا في البيت وانا في دراستي وانا في الشارع وانا في سيارتي، عايز اشعر ان الرب معايا، عايز احس اني ملك ليك، عايز احس اني ملك ليك. انا بصلي انا واخواتي اللي ماسك ايديهم يا رب، بصلي مش ليا بس، بصلي ليهم. بركه الاخت يا رب، بركه لحياتها، بركه لمستقبلها، بركه للبيت للعيله، بركه للي جاي في اسم المسيح. اللي جاي يكون مشرق ومليان بالبركه وبالخير معاك. صلي صلي صلي، الرب مشتاق لك النهارده، الرب مشتاق ياخدك في حضنه، الرب مشتاق يقول لناس في أذانهم، يهمس في ودنك ويقول لك لسه بحبك، بيقول لك لسه عايزك، لسه بحبك، لسه مصمم عليك. تقول لي أنا فاشل، أنا ضعيف، أنا وحش، بيقول لك لا بحبك رغم أن أنت وحش، بحبك رغم أن أنت كنت ناسياني ومطنشاني، بس بحبك 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 بحبك. ربنا لسه عنده إصرار أنه يطلع من الضعف والفتور بركة وقوة ومجد غير عادي. صلي صلي الدقيقة الأخيرة دي في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. لن أقبل روح الفشل يا رب،
لن أقبل كل روح إبليس بيربطني بيها. أنا مصدق إن في نجاح وبركة وقوة معاك في الزمن اللي جاي في اسم رب يسوع. لا لكل يأس جايين بيه، لا لكل أحزان مربوطين فيها، لا لكل أوجاع مقيدانا. يا رب يحصل انطلاق في أرواحنا، يحصل انفراج في أرواحنا في اسم رب يسوع المسيح الحي. هللويا 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 هللويا. نعلن حضورك يا سيدنا رب، نعلن وجودك أيها الملك الغالب، نعلن وجودك أيها الملك المنتصر، نعلن ملكك على البيوت على العائلات. أعلن أن يسوع ملكي، أعلن أن يسوع ربي، أعلن من اليوم أن يسوع سيدي. أشكرك يا رب لأجل خلاصك النهاردة يا رب. بدايات حقيقية جديدة تحصل معايا وتحصل في حياتي في اسم الرب يسوع المسيح. أمين. نفسي قبل ما نهتف مع أخي صامول عايز نعمل حاجة أخيرة. فينا ناس اليومين دول حاسة بقلق بخوف، نظرة للأيام اللي جاية بنظرة سلبية كده تشاؤمية وإحباط. فلما تقعد معاي يقول لك أنا حاسس إنها أيام صعبة، أنا حاسس إن داخل على مراحل في حياتي مظلمة وفي رعب من المجهول، رعب من اللي جاي. أنا عندي صلوة في قلبي، هنصلي لأجل اللي جاي. الرب زمان قال للشعب إيه؟ قال لهم اسألوني عن الآتيات. إيه الآتيات؟ الأيام الإيه؟ اللي جاية. يا ما في ناس بتقول لك أيامنا سودة وأيام اللي جاية صعبة وأيام اللي جاية، بس إحنا هنعلن حضور المسيح الأيام الجاية في اسم يسوع. هنقول أيام مليانة بالمجد، أيام مليانة بالبركة، أيام مليانة بالقوة للكنيسة في الوقت اللي جاي. والزمن اللي جاي مش زمن أحزان، الزمن اللي جاي زمن أفراح. فينا ناس مرت بخسائر صح؟ أيوه. صدقوا إن السنين اللي جاية يتم فينا وأعوض لكم عن السنين التي أكلها. تقول لي أيام اقتصاديا صعبة بس ربنا يغنينا فيها، أيام سياسيا صعبة بس ربنا يعلن حمايته لينا فيها. تصدقوا إن ربنا يعمل ده؟ أنا أصلي فاضل 9 شهور في السنة. كم شهر؟ 9. يتهدوا الموسيقى يتعلوا المايك عشان مستمع روحي. هقول لكم على حاجة، يا رب اللي ما حصلش في سنين عمرنا اللي فاتت من استجابات صلاة هيحصل في 9 شهور اللي جايين. تقولوا أمين. 9 شهور دول هيكونوا في حبل وولادة، 9 شهور تتولد أمور عظيمة، تتولد بركات جديدة، تتولد أفراح لم تولد في حياتنا واللي ما شفتهوش في بلادكم وفي حياتكم. ربنا هيعملوا معانا السنين اللي جاية. عايزك ترفع إيدك كده على اللي جاي، على المستقبل. هو قال اسألوني، يعني يعني صلولي اطلبوني على اللي جاي. اسألوني عن الآتيات من جهة بنية، ولو ما طلبتوش براحتكم، بس أنا عايزكم تطلب، اطلب اطلب بعشا. يا رب أنا بصلي هدية العيد السنة دي أفراح للبيوت، بصلي هدية العيد السنة دي رجاء لكل من فقد الرجاء في اسم يسوع، بصلي هدية العيد السنة دي ترد إشراقة لناس اكتئبوا، ناس شايفين الدنيا في ظلمة وسواد، تنير وتشرق من تاني يا ابن الله الحي في حياتهم. يا رب يا رب يا رب، حروب شرسة يا رب وسهام ملتهبة على البيوت إبليس بيهاجمنا بيها في اسم المسيح. كل آلة صورت ضدك وضد بيتك لن تنجح. قول أمين في اسم يسوع. كل آلة صورت ضد مستقبلك لن تنجح في اسم الرب يسوع. صدق وارفع ايدك قول يا رب أنا بتنبأ على اللي جاي بالبركة. قول قول أتنبأ على اللي جاي بالبركة يا رب، بتنبأ على اللي جاي بخير وسلام، بتنبأ على اللي جاي بشفاء، بتنبأ على اللي جاي بتشجيع، بتنبأ على اللي جاي اني هكون ليك بالكامل، بتنبأ على اللي جاي هكون مستخدم ومثمر ومبارك في اسم الرب يسوع المسيح. واللي جاي فيه خير ومجد واشراق في اسم الرب يسوع المسيح. يجعل للظلمة نهاية، يضيء سراجي ثانية. انا مصدق ان سراجي هيرجع يضيء وينير في اسم الرب يسوع. تنبأ لبيتي يا رب، البيت اللي كان فيه انزعاج الأيام اللي فاتت، أنسى المشقة كمياه عبرت أذكرها في اسم المسيح. تنبأ على أسر متألمة أنا بعرفها، هتنبأ على عائلات بتمر بضيق وأنين أنا بعرفهم، تعال بأزمنة أفراح ونعمة وتشجيع ليهم في اسم المسيح الحي في اسم الرب يسوع المسيح. هللويا. عايز أسأل كم واحد شعر إن رب موجود؟ يرفع إيده اليمين، اليمين اللي بيأكل بيها عشان في ناس بتتلخبط. طب مين فرحان؟ يرفع الشمال اللي أنا باكل بيها أنا يساري. يعني نرفع.
عايزين نعبر تعبير بشري عن حضور الرب في وسطينا. تعالوا باليمين وبالشمال، دي اقوى سقفه، اقوى 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 لشخص المسيح، اقوى. قول له شكرا لانك هنا، شكرا لانك منورنا ومفرحنا في اسم الرب يسوع المسيح. عارفين ترنيمه استطيع كل شيء؟ عارفينها؟ لن اقبل روح عارفينها اسم يسوع. انتوا ما فيش حاجه مش عارفينها، انتوا جايين منين؟ الترنيمه دي هتظهر كلماتها قبل ما ترنم، قبل ما ترنم يا جماعه، ثواني ثواني قبل ما نرنم، ارجوك ما تعتدش تقول الكلام لمجرد انه حلو ولا موسيقى حلوه ولا بس عشان الخادم صوته حلو والرب يبارك. انا هقوله بايمان، استطيع كل شيء في المسيح قوتي، فالهي يريد ان احيا. هتكون ناجح الأيام الجاية ويقيمني على، لن أقبل روح الفشل. يا فشلان يا محبط ارجع تشجع بإلهك، ربي يفرح قلبك. الترنيمة دي ترنيمة رهيبة، بس ما ينفعش نقولها وإحنا مكشرين ومتعزين زيادة كده. افرح افرح على قد ما تقدر عشان ربنا يملى حياتك أفراح. وأثناء الموسيقى والترنيم الحلو، لو فكيت إيدك وحبيت تسجف خطية عندك وتسجف، أول ما أنت تفكها ربنا هيعمل إيه؟ هيفكها على طول. فكوها، الله يخليك. سقف بقوة وفرح وقول معانا هللويا. يلا نهتف ونرنم وإحنا بنقول مع خادم الرب أخويا سامويل، أستطيع كل شيء. يلا مع الموسيقى، أستطيع كل شيء في المسيح قوتي إلهي يريد أن أحيا في النجاة. أسمع أعلى، نعلي الصوت شوية. على إيه؟ علي شوية. على، يلا قول قول، لن أقبل روح الفشل، لن أقبل روح الفشل، من أنت أيها الجبال، لن أقبل روح الفشل، من أنت أيها. ارفع صوتك، ربي 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 إلهي يا ابن إيماني، ربي إلهي. ويصنع ايه؟ يصنع ويصنع مفتخران. علي شوية، الله يخليك. طب افتح المونيتور. في انت قوتي يا حبيبي، قول إلهي 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 يريد أن أحيا فين؟ روعة، برافو عليكو. ويقيمني على، على مرتا، يجعل الظلمة يجعل الظلمة نهاية. هللويا، افرح واهتف. سراجي ثانيتان، يجعل الظلمة نهايتان، يضيء سراج. لا أسمع، لا للأوليات ولا للقادمات، لا للأوليات. وقول قول، أتى 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 زمان، أتى زمان تعويضات. أيوة، هلل هلل هلل. قول هللويا في المسيح أنت قوتي، إلهي يريد أن أحيا، أن أحيا في النجاح ويقيم. مين عايز قوة؟ مين عايز قوة؟ يعطي يعطي للمعايا. يلا قوة قوة قوة، يعطي للقوة شدتان، يعطي للمايا قدرتان، لعديم الافرح وهلل وزغرد. مؤتي 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 الأغاني في الليالي، مؤتي الأغاني في الليالي، فلا أكون فلا أكون إلا فرحان. كل شيء في
قوتي هو إلهي حبيبي إلهي يريد أن أحيا في النجاة ويقيمني على مرتفعاتي كمان مرة يجعل الظلمة نهاية نرجع يجعل الظلمة نهاية العدد اللي قبله يودي هتنور هتشرق تنبأ يجعل الظلمة نهاية سكب بقوة مين بيعرف يهلل يقول لا للأوليات أيوة لا للأولي كمان مرة لا للأوليات وأقول تاني لا للأوليات آخر مرة لا للأول اللي جاي أتى زمان تعوض أستطيع كل شيء في المسيح هو إله يعطيني المايا قدرة تان العديم القوة شدة تان يعطيني المايا قدرة تان العديم القوة شدة تان مقتل تناني نغاني في الليالي فلا أكون إلا فرحا أستطيع المسيح قوتي إلى اصنع بنا حبيبي اصنع بنا نهضتك هي في النجاة ويقيمني على مرتفعات اصنع بنا نهضتك كارزين باسمك معلنين دمك مالي على بيوتنا على بلدنا على كنيستنا في وجيعة ارفع صوتك وقول نار نارك أرسل لنا برافو عليكم يا أبطال غيرتك أؤمر بالإيمان أؤمن بقوة صليب المسيح آميري يلا قولوا ارحل من فلن تصمت في وجهنا دوما تحت أقدامي مين معاك مين اللي معاك رب جنودي يا حبيبي ارحل من أمامنا هاليلويا الرب صالح هاليلويا الرب صالح هاليلويا الرب صالح إلى الأبد مرة كمان هاليلو هاليلويا هاليلويا الرب صالح هاليلويا الرب صالح إلى الأبد رحمة لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة هلل هللويا الرب صالح هللويا الرب صالح هللويا الرب صالح إلى الأبد رحمة أنقذنا من الظلمات وضلال الماء وقطع كل قيودنا قد قطعه هاليلويا الرب صالح هاليلويا
الرب صالح. هللويا. الرب صالح إلى الأبد رحمته. هللويا.